ما تبعد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، الاسم اشرف حسين ابو نواره، فارس دولي سابق ومدرب فرسان نادي قرضبيه ومدرسه المرحوم عطيه العكروف في جنوبنا في سبها. طبعا هذا كورس تنشيطي تحت رعايه تنظيم ورعايه فرسان نادي قرضبيه ومدرسه المرحوم عطيه العكروف باستضافتهم. هذا ماهوش كورس، ماهوش مباراه ولا بطوله استاذ عادل، هذه كورس تنشيطي بينات الانديه. طبعا الانديه 7 انديه جايتنا والحمد لله، من 4 من طرابلس، من صرمان وبنغازي ومن مصراته، طبعا نادي المصباح ونادي صافينات صافينات بنغازي ونادي فارس صرمان والشموخ والقادسيه والمتوسط، حدود 40 فارس يا عادل، في حدود 40 فارس للفرسان اللي شاركين داخل ارضيه فرسان نادي قرضبيه اليوم. ونرحبوا بضيوفنا الاعزاء اللي انسونا، طبعا تحيه كبيره للاستاذ نادر دله فارس دولي سابق ومدرب نادي القادسيه، واستاذ رفعت الفيتوري، واستاذ عمر التريكي، واستاذ محمد الجامي فارس دولي، والسنوسي وخير الدين السنوسي، وتحيه كلها لطلال ابراهيم عبر عدن وبساس وكلنا ان شاء الله نشكرهم وبارك الله فيهم على الحضور الكريم.